عايز اقول لحضرتك حاجه بالنسبه اذا كنا بنتكلم على كابتن عبد العزيز عبد الشافي، هو شخصيه رائعه يعني، وراجل اهلاوي وخلوق الحقيقه يعني، وحاجه اخلاق حاجه مختلفه تماما يعني. تعال نبص على الجهاز الفني للزمالك. سالت السؤال لحضرتك، ما اعرفش حسن جاوب عليه بتاع ميدو، ان هو برضه اختتم كلامه بانه يعني ما خدش فرصه لغايه دلوقتي، مش كده؟ جزء برضه من شكل الزمالك وتوتره تركيبة الجهاز الفني للزمالك. أنا بتصور إن لو ميدو يعني مسؤولية كاملة بغير الزمبليطة الكتيرة اللي على الدكة دي، لكن أنا بحس إن إدارة الزمالك الفنية ليها أكتر من رئيس. المدير الفني مدير فني، لكن تحسي إن في أربع خمس آراء موجودة. بحس إن ميدو ليس صاحب السلطة الأولى في الفريق. بحس إن هو في حاجات مش بيكبر عليها، اراء اللي جنبيه ممكن تشوش، وبالتالي تجربه ميدو هو برضو كان المفروض يكون اشطر من كده. يعني انا متولى مسؤوليه عمل، انا ابقى حر فيه واقوده واحدد مين يبقى معايا. فده جزء من اخفاق ميدو ان هو بيشتغل في وسط جهاز اعتقد انه الاراء الكتيره اللي حواليه وهو اصغر من ناس كتير في السجن الجهاز. يعني في الجهاز تركيبه صعب يكتب لها النجاح. العدد الكبير ده بيعمل تشتت طبعا، والتشتت ده بيبان في التشكيل وفي اللعب. بالظبط كده.